مشكورة جدا على هذا التعريف صراحة يخرج الصدر. ملي كتكون في المسيرة ديالك مكتكونش عارف راسك كدرتي هادشي كامل، ملي تيتحط لك فيديو بحال هكا وكتكون كتشوف فيه كتحس براسك فعلا درتي شي حاجة اللي كتخدم المجتمع، خصوصا في مجال التنمية الذاتية أو التعليم أو التدريس، فماشي شي حاجة اللي سهلة. مشكورة جدا أستاذة على هذا التعريف اللي درتو، الله يجزيكم بخير، بارك الله فيك. وجيت سعيدة بالتواجد ديالي معكم. ومن النسوة غير خصها تكون دايرة البصمة ديالتها، بدون نون النسوة فحياتنا لا تسوى. الخارج ما بين عنصر الرجال وعنصر النساء بشكل متوازي يؤدي إلى تكوين المجتمع، وهذا ما نسعى إليه، تكوين المجتمعات اللي هي مجتمعات سليمة صحية. والتراسل الفعال هو واحد أو عنصر من العناصر التي تخلق هذا المجتمع السليم وكذلك المجتمع المتكامل والمتوازن. مشكور زميلي كوتش سعيد مفادي ومديري كذلك في الأكاديمية المغربية الخاصة للتدريب على الجزء الأول اللي قدموه في مجموعة ديال المفاهيم وتعريف التواصل. إن شاء الله غادي نكون معكم من أجل الجزء الثاني غنتكلموا فيه على المعيقات التواصل الفعال وكذلك مهارات وآلية التواصل الفعال. الجزء الكبير تكلم عليه أستاذنا، سأقوم به أنا فقط التأكيد، وبغيت نحيد هذا الميكرو اللي كنتكلم فيه ونتكلم بشكل مباشر بدون الميكرو. إذا كنت مسموعة نكملو، إذا كنتش مسموعة فقولوا لي باش نعاود نرد الميكرو. تعرفي؟ راك نغوت أنا هذا الشيء بحال الرجال، الرجال ما كيعرفوش يرفعوا صوته والنساء كيرفعوا صوته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعود نسلمو الصوت مسموع ياك؟ بغيت نعاود نرحب بكم معنا في القاعة، هذه الزيارة الثانية وأنا جد سعيدة أنني كنتواجد مع سكان المنطقة للمرة الثانية. كانت الاستضافة ديالتي في واحد المركز آخر في واحد الدورة أخرى، واليوم عاوتاني أنا متواجدة على نفس المنصة في نفس المكان من أجل تتمة الرسالة اللي حنا دائما كنسعوا ليها في مجال التنمية الذاتية. كنقولوا نوصلوا التدريب للجميع، وهذا شعارنا، نقول التدريب للجميع. التدريب في مجال التنمية الذاتية ليس حصرا على فئة دون فئة أخرى، سواء كنا ناس فاعلين في مجال المسرح، مجال الإلقاء الشعري، ناس في التعليم، ناس بسطاء عاديين يعني ما كنمتهنوا حتى شي مهنة، ناس اللي كاينين في البيوت ديالنا، أطفال صغار، ناس في مدن، ناس في الحواضر إلى آخره. فهذو كلهم من حقهم أنه يوصل لهم التدريب وتوصل لهم ما يسمى بالتنمية الذاتية. الإلقاء أو التواصل هو فن، والفن يجب إتقانه، ومن لا يتقن فنا فلا داعي لأن يقوم بتقديمه. فهذا هو الهدف ديالنا، بغينا نتقنوا هذا الفن ديال التواصل والإلقاء. كلكم حاضرين هنا وكلكم هذه المعلومات اللي دازت أكيد عارفينها بطريقة أو بأخرى، ولكن كتبقى حاجة وحدة، طريقة باش وصلت لكم هذه المعلومات، هذا ما يسمى بالتواصل الفعال. فوجودنا احنا كمدربين فوق الخشبة نجسد لكم بشكل فعلي ما معنى التواصل الفعال. معلومات اللي كاينة كيف ما كيقولوا داك الشيخ جوجل كنمشيو تنقلبوا فيه، هادشي كامل غادي تلقاوه فيه، الا ما لقيتوش بصيغة غتلقاوه بصيغة اخرى، ولكن المضمون الشامل فكاين دائما كاين. وجودنا هنا باش نوصلوا لكم بان التواصل هو آلية من آليات إثبات الذات، فكل واحد فينا كيعرف كيفاش يتواصل، كيسهل عليه المسافات وكيوصل الاهداف ديالو مسافه اقصر ومده زمنيه اقل. اللي ما تعرفش يتواصل يقدر يوصل لنفس الهدف اللي وصل ليه الشخص الاول، ولكن مده زمنيه اطول وكذلك بمجهود اكبر. حنا في زمن السرعه، اذا باغي نختصر كل شيء، ولكن الشرط الاساسي اننا نحافظوا على الجوده. اذا ما هو نوع التواصل الذي نبحث عنه اليوم؟ هو التواصل الفعال. شنو كنقصدوا بالتواصل الفعال في نظركم؟ في الدورة التدريبية راه ماشي بحال المحاضرة، ماشي غير كنبقاو ندويو 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 صافي وتتسالي المحاضرة. في الدورة التدريبية يجب أن يكون تفاعل، حيت أنا جيت باش تستافدوا مني وباش حتى أنا نستافد منكم. أكيد بزاف ديال الأمور اللي غتناقش هنا غتفيدني أنا في دورات تدريبية أخرى وفي برامج تخصصية كذلك، فكيف ما كنعطي حتى أنا كنبغي ناخذ من عندكم. شنو كنقصدوا بالتواصل الفعال؟ تفضل. التواصل الفعال هو أن يكون
تفضل استاذه. ان يكون هناك سبل للاقناع الاخر. الاقناع الاخر تفضل استاذه. التواصل مثمر. تواصل مثمر كنشوفوا الثمار ديالو كنشوفوا هذاك الفيدباك ديالو شنو جا من بعد. تفضل استاذه. تفضل استاذ اعتذر انا حيت نساء كنشوف كلشي بعين النساء. تفضل استاذ. نخرج بنتيجه فمثلا لو كان هناك فكرتين يا ان نخرج بفكره مؤكده او بفكره ثالثه تجمع بين الفكرتين. نعم تفضل استاذتي. التواصل فعال هو متواصل ادى الى نتيجه مقنعه للطرفين. انا غادي هادشي كله اللي قلتو غنجمعو في واحد الخلاصه ونقول لكم بان التواصل الفعال هو التواصل من اجل التاثير في الاخر وليس فقط اقناعه. حيت ملي كنقول اقناع الاخر فانا وهو في حوار متبادل ليس بتواصل. احاول جاهدا ان اقنعه. كننسى بزاف ديال الجوانب اخرى وكنركز على حاجه وحده انني بغيت نقنعه بالراي ديالي. ملي كنقول التواصل الفعال يجب ان اؤثر فيه. خصني نشوف النتيجه ديال داكشي اللي قلتو. علاش عندما أحاول إقناع الآخر فأنا أخاطب العقل فقط، وعندما أبحث عن التأثير في الآخر أخاطب القلب والعقل معا. وفاش بقى البصمة ديالتي عند الآخر خصني نخاطبهم عنده بجوج ماشي غير واحد. يجب أن أخاطب القلب ويجب أن يصدقني العقل. هذا ما يسمى بالتواصل الفعال. هذا التواصل الفعال حنا كنا كنبغيو نوصلوا ليه كنديروا الجهد الجهيد ديالنا وكنلقاو راسنا ما وصلناش. كنلقاو راسنا ما اثرناش في الاخر. احيانا غير كنبداو النقاش مع الاخر كيوقف هذاك التواصل بيناتنا لسبب ما. كنقدروا نعرفوا كنقدروا ما نعرفوش. حنا غنعرفوا هاد المعيقات اليوم نحاولوا نكتشفوها. وانا كنركز على الذات ديال الشخص هو اولا. عرف اشنو كمعيقات ممكن تكون فيك انت اللي كتخلي التواصل ما كيدوش مع الاخر. عاد اجي نشوف الاخر. حيت بعض المرات حنا كنقولوا حنا كاملين كلشي فينا زوين المشكل كاين في الاخر. لا شوف انت بعدا كينيا هل تتوفر فيك الشرور الطبيعي هو اللي ملي كيوقف راه كيحس بواحد الرهبه بواحد الخوف بواحد ولكن كيعرف كيفاش يتحكم فيه. ما تخليش يسيطر عليك حتى نوصلوا لهذه المرحله الاخيره. هذه هي المعيقات النفسية التي تحول بيننا وبين التواصل الفعال الذي نبحث عنه. هناك معيقات أخرى وهي معيقات سلوكية كنديروها حنا في السلوكات ديالنا. دابا هذوك المعيقات النفسية اللي شفتو ديروا ليها إسقاط على ذواتكم. ومني تكونوا كتكلموا مع ناس أخرين قولوا راه حتى هما ممكن يكونوا عندهم وحدة راه يكفي تكون فكري وحدة. فتوقف بحال الاوبستاكل بينك وبين الحديث مع الناس. هي وحده هي وحده تقدر تعكي تقدر تطيح. فملي كنت نتواصل مع شي واحد وكيبان لي بان التواصل ديالك ما داش نعذرو نتمسي العذر. علاش؟ انت راه كتمسي غير عذر واحد. حنا شوفوا شحال شفنا ديال الاعذار. واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة من سبعة الأعذار. أنت راه كتمسي لي غير واحد. إذا نقولوا بأن هذاك الشخص ربما عنده شي مشكل طول في التواصل ديالي معاه. نحاول نلمس جميع الجوانب الممكنه في التواصل معاه باش نقدر نوصل ليه ويفهمني. تفضل استاذه كبيره وانت واحده لك هنا باغا تقولي. استاذتي الكريمه هنا يقول بوب جيريولد تحدث وكانك تخاطب شخصا واحدا وافعل ذلك حتى لو كنت تحدث المئات في نفس الوقت. هذا ربما كيقرا واحد شويه ديال الخوف. هذه مطلوبه فقط باش نثبت راسي في اللحظه الاولى. نعم ملي تنبغي نتخلص من داك التوتر الاول. ولكن ملي كيطول التواصل ديالي خصوصا في مركز الالقاء بحال هكا جالسين قدام الناس وانا كنتواصل معاهم واش صباعي يديا بحال بحال ماشي بحال بحال هما يصبع يديا ماشي بحال بحال خمسه ماشي بحال بحال خمسه الاخرين الا قلبنا البصمات ديال صباعنا راه ماشي بحال بحال. اذا فالاشخاص كذلك ليسوا متشابهين. هذه ينصح بها فقط في الدقائق الاولى من بدايه الالقاء. ملي كتشوفهم شخص واحد يعني كلهم اشخاص ودودين. شي شفتيهم شخص واحد شرير تبرمج كلشي ما كيسواش في القاعه.
نظره ايجابيه. شكون النظره الايجابيه في الدقائق الاولى؟ تخيل معايا الناس كاسمهم شي واحد بنت فيه مشكل خطير مدادز انت وياه وكيسد فيك وما خلى ما قال فيك وشبهتي الناس غير هذاك الشخص اللي هو جالس. اذا البرمجه دائما احنا تنقولوها في مجال التنميه الذاتيه تنقولوا من اللي يدخل القاعه تخيل هذوك الناس كاملين اللي تما اصدقاء ديالنا جاوا باش يشجعوك ويزيدوا مازال يحفزوك في داكشي اللي انت كتعطيه واثقين في المعلومات ديالك. هذه هي احسن طريقه ممكن انك تخلص بها من هذاك التوتر ديالك اللي تيكون. واحيانا نقول في دخولك للقاعه في الدقائق الاولى ورا تديروا تنال ديال المسرح تيديروها لان الا وقفت هنا ماشي هي وقفت لي ماشي الا وقفت هنا تنقولوا دائما في الوقفه الاولى ديالك في المسرح شوف لي كتشوف لك هنا هذا شوف لي كلشي كيحسب لي ما كتشوف داك اللي وراه حتى داك الاخر كيحسب لي راه كتشوف شي حاجه وراه وانت ما تشوف حتى شي واحد من فوق تدخل في هذيك اللحظه ديال التواصل والالقاء كترجع لذاتك انت وكتحاول انك تهبط عينيك عند الناس وعاد باش كتبدا تواصل بطريقه اللي هي سهله. كان في التدريب كناخذوا مجموعه من المهارات ديال المسرح ونطبقوها في مجال التدريب حتى الوقفات فوق الخشبات تنعرفوا تخواكا هذه هنا هذه هنا هذه هنا هادشي كله كنحاولوا اننا نطبقوا في مجال التدريب حتى ننامس الجميع القلوب والعقول معا باش يكون داك التواصل ديالنا تواصل مؤثر. كملوا تفضلي استاذتي. نعم شوف هاد الصفات او هاد المجموعه ديال المعيقات النفسيه ممكن ان نتغلب عليها ياك كتبقى وحده اللي كتبقى كيف ما قلت وانك دائما في وقوفك امام الجمهور تحس برهبه المكان هذه ضروري كتكون ياك. اما المعيقات الاخرى اللي قلتي الا ما كانتش عباره عن معيقات اللي هي متجذره في الشخص فممكن انه يتغلب عليها في التدريب بالسيناريو. دائما تحط راسه في اماكن ديال التجريب جرب اي حاجه كتخاف منها وما كتقدرش ديرها كتوترك وقف ديرها بداها مع الناس اللي كتعرفهم ثم وسع الدائره ديالك حتى كتمكن من ديك المهاره. هي عباره عن مهارات باش نتغلب على هاد المعيقات كامله كل معيقه عندنا مهاره عكسها باش نتغلب.